سجل عجز الميزان التجاري الغذائي مع نهاية السنة الماضية تقلصا بنسبة تفوق 89% مقارنة بنفس الفترة من سنة 22 و2000، محققا بذلك تحسنا يصل إلى أكثر من 211 مليون دينار وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. هذا التحسن يعود بالأساس إلى ارتفاع نسق قيمة الصادرات الغذائية وتراجع قيمة الواردات، مسجلا بذلك تغطية فوق 90% مقابل 75% تم تسجيلها في السنة الماضية. ارتفاع الصادرات يرجع بالأساس إلى ارتفاع قيمة الصادرات من زيت الزيتون بنسبة تقدر بأكثر من 54%. ارتفاع نسق الصادرات اللي هي وصلت إلى 21.3% في سنة 23، وتراجع الواردات من المواد الغذائية بنسبة إلا 6.2%. هذا يعطينا نسبة تغطية محترمة جدا، هي 97.2%، يخص أهم معناها السلعة نصدروها عن مستوى الغذائي، وهي كما تعرفوا زيت الزيتون. زيت الزيتون السعر، يعني معدل السعر سنة 23 ارتفع بنسبة 50.9%، وحسننا من يعني المداخيل بنسبة 61.1%. إذا معناها نجم نفهموا اللي منح الأسعار أو تطور الأسعار كان لفائدة تحسين الميزان التجاري. هذا التعافي في الميزان التجاري الغذائي يعود إلى تحسن الأسعار بالأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار الواردات التونسية تراجعا، أهم هذه الواردات الحبوب والزيوت النباتية. القمح اللين في سنة 2023 تراجع بنسبة 30.2%، القمح الصلب تراجع بنسبة 25.5%، زيت عبيد الشمس بنسبة 22.5%، هذه كلها تراجعات، زيت السوجة بنسبة 17.5%. إذن هذا خلى اللي قيمة الواردات متاعنا حتى وإن الكمية ارتفعت تراجع بصفة ملحوظة. مؤشرات إيجابية لكنها تبدو غير كافية وفق المختصين في الدفع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي. الميزان الغذائي حتى وإن كان في الحقيقة ما هوش يرجع إلى الكميات، يرجع إلى الأسعار، ما زال عنا أشواط كبرى يلزمنا نقطعها باش نوصل إلى الأمن الغذائي. خاطر اليوم حتى وإن كان السوق ملائم باش احنا ما نصرفش في معناها كثيرا في استيراد مثلا الحبوب والمد الأساسية، غدوة لو كان تتبدل وضعية السوق العالمية ينجم هذا يجرنا إلى معناها عجز كبير، و لابد باش نرجع إلى تحفيز الإنتاج وإلى دفع منظومات الإنتاج متانا خاصة في القطاع الفلاحي. ولئن استفاد الميزان التجاري الغذائي من تطور الأسعار العالمية إلا أن تحفيز ودفع منظومات الإنتاج الوطنية يبقى السبيل الأمثل للحفاظ على توازنات المبادلات التجارية.